انا كل اي واحد شريف في البلد دي يقول المنتخب قوي. تمام. المنتخب قوي. اسف يعني ما حدش من الاداره هيقدر يلوي دراعه انا اللي جايبك. جميل. تمام كده؟ فاحنا كان الاتحاد كان في مشاكل، وبرضه الناس اللي موجوده دي هي نفس الناس حافظت، ولما جه وزير قدر يصلح المنظومه الى حد ما وظبطها، قدر يعمل قانون. يعني احنا في الدكتور احمد حسن البرعي القانون وللاسف ما اتناقش في البرلمان نظرا لقصر المده، والحمد لله من وجهه نظري انا انه ما اتناقش. تمام. جه بعد كده في حكومه الدكتور الجنزوري اللي هي الحكومه في من 7 ديسمبر 2011 واستمرت حتى 25 يونيو 2011 كان الدكتور فتحي فكري. تمام. برضه حاول، ولكن طبعا انا وجهه نظري ان اللي يمسك وزاره القوى العامله وهي من اهم الوزارات. اكيد طبعا. يعني احنا بنقول وزارات سياديه، لا دي الوزاره دي هي الوزاره اعتقد ان هي الام المسؤوله عن القطاع جدا، مسؤوله عن كل عمال مصر. هي لما كانت وزاره قوى عامله وهجره يعني كان في لود على الوزير اللي بيتحمل المسؤوليه، وكل الوزراء اجتهدوا. مش معنى ذلك ان احنا بنميل لحد على حد، ولكن انا بقول لحضرتك لما جه الدكتور فتحي فكري حاول يضيف برضه في الفتره الصغيره ديت، ما للاسف برضو ما اتعملش القانون وطلع قانون بالمد وكده. جت بقى بعد كده حكومه هشام قنديل، ودي حصل فيها تغيير وحصل مشاكل جامده جدا بالنسبه للقوى العامله. تمام. اللي تولى القوى العامله الاستاذ الوزير السابق الاسبق في الفتره دي حكومه الاخوان وكده، دول حاولوا يفرغوا النقابات، وكانت يعني كان النصيب الاكبر اعتقد ان هي كانت مجرد تسكين للقيادات الاخوانيه في الوقت ده. بالظبط ده اللي حصل. انا كنت في 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 جريده فيتو كتبت في مارس قبل الثوره بتاع ثوره الاطاحه بيهم، كنت كتبت مقال وما خفتش، قلت اخوانة النقابات، قلت بالزبط. يعني كتبت عن هذا في جريده فيتو، لان احنا كنا قاعدين جوه النقابه. معالي الوزير الحالي كان رئيس النقابه العامه للبترول، كنا احنا قاعدين جوه النقابه حامينها، لان طبعا تم التشكيل بناس من خارج الجمعيه العموميه وده مخالف للقانون. خلاص الحمد لله لما اخوانة النقابات طبعا اخوانة النقابات وقفنا ضده ده. تمام. بصراحه يعني كنا جنود زي ما زمايلنا ادونا الثقه ان احنا نبقى بنمثلهم، حافظنا على النقابه. وبقى في نقابتين للبترول وقتها، نقابه برئاسه الاستاذ محمد سعفان ونقابه اخرى. تمام. نقابة تدار من المقر الرسمي للنقابة العامة للبترول. جميل. ونقابة تدار من المكان آخر. جميل. لحد ما ربنا أكرمنا وخرجنا من النفق ده بثورة يونيو. تمام. جه بعد كده برضو حكومة الدكتور الببلاوي حازم الببلاوي من 16 يوليو ل 13 ل 24 فبراير 14. تمام. جه فيها الأستاذ كمال أبو عيطة برضو، يعني اتغير الشكل بتاع كمال ابو عيطه المناضل العمالي لما بقى وزير، ما برضو يعني حاول يضيف الراجل كل واحد له امكانيات. طيب نقول يا فندم برضو عشان نفيد الساده المشاهدين النهارده، احنا واحنا داخلين على مرحله انتخابيه، الاختيار من يقود النقابه، وهل فعلا اللي ممكن يخش ان هو يقود النقابه مجرد ان هو يروح يقعد عند المسؤول بيتحول اداء وظيفته الى تابع للحكومه وليس تابعا لمن انتخبوه؟ لا بقول لحضرتك حاجه، هستاذن حضرتك بس هسترسل في الجزئيه اللي كنت فيها وهعقب على حضرتك في دي ولازم ارد. يعني جه بعد كده حكومتين للدكتور ابراهيم محلب كان اختار فيهم الاستاذه نهد العشري. تمام. وهي كانت رئيسه المفاوضه الجماعيه في وزاره القوى العامله، وحد كان مجتهد جدا وحاولت برضو ان برضو يعني الظروف اللي كانت فيها البلد ما قدروش يقروا قانون. جت بعد كده بقى الفتره حكومه الدكتور شريف اسماعيل. تمام. وتحيه ليه، الراجل ده من الناس اللي هم ابناء مصر الحقيقيين. الدكتور شريف اسماعيل انا تعاملت معاه كابن من ابناء قطاع البترول. هذا الرجل يعني نظر ان ياتي مثله، راجل محترم جدا، يعني رغم حتى حالته الصحيه اللي في الاخر كده قال انه الحمد لله رب العالمين قادر انه يدي ومبتسم دايما وراجل. تمام.